السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم زميلتكم من تيم ار كورس، والنهاردة بإذن الله هنشرح أول فيديو من عمل الأناتومي موديول السي ان اس، آخر عمل أناتومي في حياتنا الأكاديمية بإذن الله. إن شاء الله يكون بسيط ونقدر نخرج من الفيديو فاهمين وحافظين كل جار ودايجرام. بس طبعا احنا النهاردة هحاول أقول احنا نمشي ازاي في العمل ده. هنقسمه على جزئين بما ان هو كبير وتقيل شويه، فاحنا هنقسمه بحيث ان انتوا تخلصوا فيديو وتذاكروا على طول وتحفظوا الجارات والدياجرامات اللي هنشرحها، علشان ما تذكرهمش كلهم ورا بعض تحسوا ان انتوا نسيتوا، تمام؟ علشان هو يحتاج كذا مره مراجعه. دلوقتي العمل بتاعنا عباره عن 13 دياجرام و 14 41 جار. هناخد النهارده باذن الله الدياجرامات والجارات بتاعه السباينال كورد والبرين ستيم، والفيديو اللي بعده هينزل فيه السيربيلم والسيريبرال هيمسفير، تمام؟ علشان بس يبقوا موازنين في الوقت وما يبقاش الفيديو طويل. استاذنكم نقول دعاء المذاكره. اللهم انا نسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكه المقربين. اللهم اجعل السنتنا عامره بذكرك وقلوبنا بخشيتك واسر علينا بطاعتك، انك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا تنسوا تدعوا لاخواتنا في غزه وفلسطين عامه والسودان والمستضعفين في كل مكان، ربنا ينجيهم وينصرهم ويثبرهم على هم فيه. طيب الاسم ده عمل الاناتومي كله كان كتير، بس التخفيفات شالت من عندنا 6 دايجرامات للاوربت، وكان في 5 جارات للسباينال كورد ما فيهمش داتا فمسحناها، تمام؟ طيب بسم الله، انا كنت بسجل قبل كده فهتلاقي في شخبطه. نبدا كده. اول دايجرام معانا دي كده السكال من فرونتال فيو ومن لاترال فيو، هما الاثنين هيبقى فيهم نفس العظم تقريبا باختلافات بسيطه. لو بصيت عليهم كده الوهله الاولى هقول ان دي فرونتال بون ودي المجزيلا ودي المانديول، مفيش اي مشكله في الكلام ده. طيب هاتلي بقى هاتلي الجزء ده كده من ناحيه لاترال ميديال، وبعد كده هنتكلم على المجزيلا وبعد كده ايه المانديول. اما نرتب ازاي هنتكلم على الدايجرام او الجار هيريحنا كتير. طيب دي كده مين؟ تمبرال بون. تحتها شويه بتلاقي اللاكريمال بون ناحيه لاترال ليه، دي كده تمبرال وادي ايه الزيجوماتيك، تمبرال والزيجوماتيك. طيب دي كده السفينويد بون جريتر وينج وليسر وينج. البال الابيض دي كنا بنسميها الاسمويد بون تحديدا الاوربيتال بليت، دي الابيض دي اللي هي الاسمويد بون تحديدا الاوربيتال بليت اهي، يعني هنا من لاترال فيو الابيض دي الاسمويد البون وتحديدا الاوربيتال بليت. ناحيه قدام شويه لها بنسميها اللاكريمال بون، يبقى الغامقه لاكريمال بون الفاتحه بتبقى ايه اسمويد. واحنا طبعا عارفين ان الجارات الاوربيت كلها اتلغت، ما تبقاش معانا الا الجار ده هو الوحيد اللي فيه اوربيت. طيب تحت الاوربت على طول بلاقي فيه فتحه او فورامين على المجزله بنسميها الانفرا اوربيتال فورامين، دي كده تحت الاوربت بنسميها انفرا اوربيتال فورامين. طيب دي كده النوز، انا عندي كده دي اسمها النيزل بون تحت خالص كده اسمها الانتيريو نيزل سباين، واصله بينهم بيربنديكولار بليت، في نهايته بنسميه الفومر، في نهايه البيربنديكولار بليت بنسميه الفومر. طيب كنت بتكلم قبل كده احنا بناخد الريسب كان عندنا شويه كونكا او 3 كونكا سوبيريور وميدل وانفيريور، فاحنا في الفيو ده بنشوف بس الميدل كونكا والانفيريور كونكا، تمام؟ كده النص خلصت. دي كده المجزله قلنا عندنا فيها مين؟ الانفيريور اوربيتال او الانفرا اوربيتال فورامين، دي كده المين؟ المانديبول، دي كده البادي اوف مانديبول، وادي الريمس، ده كده الريمس اوف مانديبول، وادي البادي. البادي عندنا فتحتين بنشوفهم من ناحيه الانتيريور فيو عادي جدا، دي اسمهم المينتال فورامين، تمام؟ تمام. هنبص مره ثانيه على نفس الدياجرام ده عشان نخش على لاترال فيو. دي مين؟ قلت لك لو بصيت عليهم الوهله الاولى كده من بعيد هقول دي فرونتال ودي ماجزيلا ودي مانديول. طيب دي كده تيمبرال بون ودي كده زيجوماتيك، دي كده السفينويد بون ده جريتر وينج ده ليسر وينج. الفتحه دي او البيضه دي لونها ايه او بنسميها الاسمويد بون او الاسمويد بون تحديدا الاوربيتال بليت، ده مين؟ ده اللاكريمال بون الغامق ده اسمه اللاكريمال بون. طيب دي كده الاوربيت خلص، تحته على طول فتحه او كوره بنسميها ايه الانفرا اوربيتال فورامين، دي موجوده على الماجزيلا تحت الاوربت، ده كده النوز. النوز من فوق عندي نيزل بون وعندي تحت الانتيريور نيزل سباين، واصله بينهم بنسميه البربنديكولار بليت، نهايته بنسميه الفومر. طيب عندي 3 كونكا اللي هو سوبيريور وميدل وانفيريور، مش بشوف منهم في الفيو ده الا 2 اللي هي الميدل النيزل كونكا والانفيريور نيزل كونكا، تمام؟ يبقى الميدل والانفيريور، ميدل فوق والانفيريور بتبقى تحت. طيب دي مين؟ دي كده المانديبول، ده كده بادي اوف مانديبول عليه فتحتين او فورامين بنسميهم المنتال فورامين، وده كده الريمس اوف مانديبول. نبص عليها من اللاترال فيو. طيب نتكلم على العظم الكبير الاول، ده مين؟ دي فرونتال بون ودي بارايتال ودي اوكسيبيتال تحت خالص اهي، ودي كده التمبرال بون ودي الزيجوماتيك بون. التمبرال بون عليها التمبرال بون من ناحيه الزيجوماتيك من بره خالص، يعني بلاقي فتحه اسمها ايه الاكسترنال اكوستيك ميتس او فتحه الاذن الخارجيه، دي كده اسمها الاكسترنال اكوستيك ميتس. طيب
وكنا باصين قدام قلت لك ان دي كده عباره عن الزيجوماتيك بون، ده كده القرش بتاعنا اسمه زيجوماتيك قرش، ودي كده مين دي الاوربت. ورحنا قلنا ان هنا دي كده الغامه دي بنسميها لاكريمال بون، والفتحه دي بنسميها اسمويد بون. طيب تحت الاوربت بلاقي فتحه او فورامين تحت على المكسيلا بنسميها ايه؟ الانفرا اوربيتال فورامين، دي كده الانفرا اوربيتال فورامين. اخره النوز او النيزل بون تحت كده عندي مين؟ دي اسمها الانتيريور نيزل سباين. انتيريور نيزل سباين ده كده مين؟ كنا قلنا ان هو عباره عن المانديبول، ده كده بادي اوف مانديبول، وادي الريمس، ده كده الريمس، ده كده البادي. البادي عليه فورامين سميناها ايه؟ سميناها المينتال فورامين. امال الريمس كان جنبه حاجه اسمها كرونايت بروسس، ده كده الكرونايت بروسس. تمام تمام راجع على الدياجرامين دول مره بسرعه كده. بص يلا دي مين؟ فرونتال بون، واحنا شفناها هي فرونت، دي كده فرونتال، دي الماكزيلا، وادي المانديبولر. طيب نجيب من اللاترال، دي كده تيمبورال بون زيجوماتيك، دي كده ايه الاسفنويد. الفتحه بنسميها ايه؟ بنسميها اسمويد. الغابه بنسميها لاكريمال، دي كده تحت الاوربت ايه عندي خرم، او الفتحه دي بنسميها ايه؟ انتيريور نيزل اسمها ايه؟ الانفرا اوربيتال فورامين. انفرا اوربيتال فورامين دي كده اسمها نيزل بون، انتيريور نيزل سباين، واصله بينهم بيربنديكولار بليت نهايته فومر. طيب الكونكه اللي بنشوفها الميدل فوق والانفيريور نيزل كونكه تحت. طيب دي كده خلصنا فوق، نبص على مين؟ بادي اوف ماندبل. البادي اوف ماندبل عليه فورامين سميناها المينتال فورامين، دي كده المينتال فورامين، دي كده المينتال فورامين. طيب دي كده مين؟ ده الريمس بتاع الماندبل. تمام تمام نبص على اللاترال، قلت لك دي فرونتال بون والبرايتال بون والاوكسيبيتال. تمام دي كده فرونتال برايتال اوكسيبيتال، دي كده التمبرال. تمام تمام هو جايب لك هنا فيشر بنسميه كرونال فيشر، بيبقى بين الفرونتال بون والبرايتال، بين الفرونتال والبرايتال كرونال فيشر، لما ياخد كرونال سيكشن بشد كده. تمام طيب دي كده مين؟ التمبرال بون. قدامها او ناحيه لاترال ليها دي كده الزيجوماتيك بون، نهايتها زيجوماتيك ارش. عند الزيجوماتيك ارش كده من تحت والتمبرال بون في فتحه، الفتحه دي بنسميها الاكسترنال اكوستيك ميتس، او فتحه الاذن الخارجيه. تمام تمام اتكلمنا على الاوربت، وقلت لك ان انا عندي لاكريمال بون ودي الغامقه، ودي الاسمويد بون والفتحه. تحت الاوربت بلاقي فورامين بنسميها ايه؟ انفرا اوربيتال فورامين، وادي الانتيريور نيزال سباين بنشوفها، ودي كده كلها المجزلة. تمام تمام دي كده ايه المانديبل، وعرفنا ان ده البادي اوف مانديبل، وعرفنا ان دي عباره عن المينتال فورامين، وده الريمس اوف مانديبل، ودي كانت ايه الكرونيت بروسس. تمام تمام بعد كده عندي الاسكال، عظم الاسكال كله دي مين؟ فرونتال برايتال بون، دي كده اوكسيبيتال بون. التمبرال بشوفها منين؟ بشوفها من هنا، دي كده التمبرال بون. امال دي ايه؟ عباره عن الاسفينويد. امال دي كانت ايه؟ الاسمويد. طيب تعالوا نبص كده تاني مره عليها. احنا قلنا ان دي كانت من لاترال فيو، ودي كانت من ايه؟ من البيز، احنا بنشوف البيز تحت الاسكال، دي كده فرونتال بون. طيب الفرونتال في بينهم عظمه اسمها الاسمويد، كانت بتعمل لي جزء من الميديال بون بتاع الاوربت، يبقى كده دي اسمها الاسمويد بون. وراهم دي كده الاسفينويد اللي شبه الفراشه. طيب دي كده الاسفينويد، دي كده كانت البرايتال، احنا عرفنا دي من بره فرونتال برايتال اوكسيبيتال، كنا بنشوف التمبرال تحت شويه، وادي ايه الاسفيرويد مش بنشوفها الا من جوه وهي والاسمويد. طيب هقول تاني كده، عندي مين دي؟ الازرق فرونتال برايتال اوكسيبيتال. طيب دي كده مين؟ تمبرال، بشوفها من تحت شويه يعني مش نفس الليفل بتاعهم. امال دي مين؟ الاسفينويد بتعمل لي جزء من البوستيرير وول اوف اوربت، ودي كانت بتعمل لي الميديال وول اوف ذا اوربت، دي مين؟ الاسمويد. تمام بص عليها بصه تانية كده سريعه يلا. دي مين؟ فرونتال برايتال، الاخضر ده برايتال، دي اوكسيبيتال. ان التمبرال كنا بنشوفها من تحت شويه مش في نفس الليفل بتاعهم، بتعمل لي جزء من البيز بتاع الاسكال اللي هو دي كده بنسميها ميدل كرينيال فوس، دي كده الاسفينويد، ودي كده اللي اسمها الاسمويد بون، دي كده الاسمويد. يبقى انا لو بصيت لهم من جوه ولا من بره؟ من بره تعالى نشوفهم، فرونتال برايتال اوكسيبيتال، من جوه اسمويدال سفينويد وجزئين بتوع التمبرال. تمام يبقى هما ستة، تلاتة برا وتلاتة جوه، عرفناهم مين هما؟ تمام نتكلم بقى على كل الكرينيال الفصة على حدة، دي كده الانتيريور كرينيال الفصة، مين اللي عملها؟ تلاتة بونز، أول واحدة معانا فرونتال وجزء من السفينويد والاسمويد. يبقى اللي عمل الانتيريور كرينيال الفصة مين؟ برايتال، قصدي فرونتال بون والاسمويد بون والسفينويد بون. تمام اللي عارفين الباقي طبعا. تعالوا نشوف الفرامنة اللي بتبقى موجودة في الانتيريور كرينيال فوسة. الفرامنة، الفرامنة اللي عندنا دي أول واحد عندنا في فورامين فوق كده، بتبقى موجودة فوق النوز عند الكريبلي فورم بليت،
بتعدلي الاكزونز بتاعت الاولفاكتوري نيرف عشان يروح يمسك في الاولفاكتوري بالب. احنا هنا مش شايفينها قوي ولكن هنشوفها في رسمه تانية او دايجرام تاني. اول حاجه عرفنا مين الاولفاكتوري نيرفز، الاكزون بتاعتها بتعدي من الكريوري فورم بليت عشان خاطر توصل للاولفاكتوري بالب. تمام، دي كده مين؟ احنا قلنا دي السفينويد، في شويه فرامنا فيها. اول حاجه معانا دي مين؟ دي كده الاوبتيك كانال بتعدي الاوبتيك نيرف. دي كده مين؟ سوبيريور اوربيتال فيشر، موجوده بين الليسر وينج والجريتر وينج اوف السفينويد. لكن دي كانت البايد اوف سفينويد. امال دول ايه؟ دول الترجويد بليت او الترجويد بون والترجويد بروسيس. دول كان عندها واحد لاترال واحد ميديال بليت، دي كلها كانت ترجويد بروسيس، واحد لاترال واحد ميديال. نشوف الفرامنة بقى. طيب انا عندي كنا قلنا دي الاوبتيك كانال بتعدي منها الاوبتيك نيرف بين الليسر وينج والجريتر وينج، كنت بشوف السوبيرير الاوربيتال فيشر. السوبيرير اوربيتال فيشر ده مليان ستراكشرز كتير قوي. وبعد كده عندك مثلا دي الفورامين روتاندم، دي كده الفورامين اوفال، وادي كده الصغيره دي اسمها الفورامين سباينوزم. وكل واحد بيعدي شويه ستراكشرز واحنا ماشيين هنعرفهم. تعالوا بس نعرف الستراكشرز كانت بتعدي في السوبيرير اوربيتال فيشر. هو سوبيرير اوربيتال فيشر كنا عارفين ادي واحد عدى وادي التاني عدى. هنعدي بقى هنا بدايه من ثلاثة. مين هما؟ اول حاجه من التالت هيعدي معانا من ثلاثة لغايه ستة. التالت عندنا اسمه ايه؟ اوكيلوموتور، والرابع تروكيلر، والخامس هنعدي منه جزء الافصالميك بس، الافصالميك بثلاث درانشات بتوعه، والسادس الابديوسنت. تعالوا كده نبصمجهم علشان نعرف نحفظهم. انا دلوقتي عندي مين؟ هنعدي بداية من ثلاثة، ثلاثة أربعة خمسة ستة. الثالث superior وinferior branches، الرابع بيعدي لوحده، هو كل واحد يعني كله فرع واحد. الخامس بنعدي أول فرع منه اللي هو الأوفسالميك، اللي هو برانشاته إيه؟ برانشاته ثلاثة، frontal ولاكريمال ونيزوسيلياري. طيب السادس بيعدي لوحده، معانا بقى فين اللي هو بيبقى عبارة عن برانش الأوفسالميك فين. كده الأوفسالميك فين كان عندنا مين؟ السوبيريور كله هو برانش واحد وبرانش من الانفيريور. يبقى سريعا كده نقول تاني ايه هي الحاجات اللي بتعدي من السوبيريور اوربيتال فيشر. الكلينيال نيرفس من 3 ل 6 ومعانا واحد فين ببرانشينه. مين هما الكلينيال نيرفس اللي بتعدي عندنا؟ بدايه من 3 ل 6، الثالث بالسوبيريور والانفيريور برانشز بتوعه او الديفيجنز بتوعه، الرابع كله، الخامس اوج برانش من عندنا الاوفسالميك نيرف ده ببرانشاته اللي هما مين؟ فرونتال ولاكريمال ونيزوسيلياري نيرف، السادس كله. طيب مين الفين اللي بيعدي؟ قالك الاوفسالميك فين، الاوفسالميك فين اللي هو سوبيريور برانش بتاعه والبرانش واحد بس من الانفيرو ديفيجن، يبقى سوبيريور ديفيجن كله وبرانش من الانفيرو ديفيجن. طيب احنا ماشيين هنعرف الفورامين روتاندم بتعدي لي مين، والفورامين اوفال بتعدي مين، والفورامين سباينوزم بتعدي مين. يبقى سريعا تاني كده هنقول الستراكشرز اللي عندنا دي والكونتنت اللي بيعدي من الانفيرو اوربيتال فورامين. السوبيريور اوربيتال فورامين ماشي، دي كده مين؟ اوبتيك كانال. الاخضر ده هو عباره عن الليسر وينج اوف سفينويد، الكبير ده هو عباره عن الجريتر وينج اوف سفينويد، الازرق ده عباره عن بادي اوف سفينويد. امال ده كان مين؟ ده كده الترجويد بون، ده بيعدي من عندنا او الترجويد بروسس. كان لاترال بليت وادي ميديال بليت، ما يهمناش قوي دلوقتي. عندي كده بين البادي والانفير اوربيتال فيشر، اسف على المقاطعه، هنكمل تاني كده. انا كنت قايله بين الانفيرير او الليسر وينج اوف سفينويد والبادي اوف سفينويد في فتحه عندنا اسمها الاوبتيك كانال، تعدي الاوبتيك نيرف ماشي. طيب كنا عارفين ان الاول نيرف عندنا اول كرين نيرف كان بيعدي من الكريبري فورم بليت اللي بيبقى موجود على الروف بتاع النوز عشان خاطر يوصل الالفاكتوري نيرف او اول نيرف معانا بالالفاكتوري بالب. تمام تمام، دي كده بين الليسر وينج والجريتر وينج اوف سفينويد، دي حاجه اسمها السوبير اوربيتال فيشر ودي محتوياتها كتير قوي. بعد كده عندي واحنا ماشيين كده من قدام لورا، دي اسمها الفورامين روتاندم، دي كده اسمها الفورامين اوفال، ودي كده اسمها ايه؟ الفورامين سباينوزم. تمام تمام، السوبيريور اوربيتال فيشر ده بيعدي لي ايه؟ قال لك يا ستي بيعدي لي كرينيال نيرفس من 3 ل 6 بالاضافه الى فين او فين واحد ببرانشاته. من 3 ل 6 نبدا كده بالثالث اللي هو مين؟ اوكيلوموتور سوبيريور وانفيريور ديفيجنز، الرابع بيعدي معانا اللي هو التروكيلر، الخامس اول برانش من اللي هو الاوفسالميك بالبرانشات بتلاته والتلاته اللي هما مين؟ الفرونتال واللاكريمال والنيزوسيلياري نيرف. طيب السادس كله اللي هو الابديوسنت، بعد كده الفين اللي بيعدي مين اسمه ايه؟ اسمه الاوفسالميك فين بالسوبيريور ديفيجن بتاعه وبرانش من الانفيريور ديفيجن. تمام تمام، بعد كده نخش على الميدل كرينيال فوسة. مين اللي عمل ميدل كرينيال فوسة؟
تلاتة بونز برضو. دي كده ميدل كرينيال فوس. مين اللي عملها لي؟ تلاتة بونز برضو زيها زي اختها، جزء من الاسفينويد والاتنين تمر البول على الجنبين. ماشي، دي كده جزء من الاسفينويد والاتنين تمر البول على الجنبين. المفروض الاستراكشرز اللي عايزين نعرفها على الاسفينويد دي كده، لو عرفت لي دي كده اسمها ايه؟ تيبركلام سيلي. بتبقى في الجزء اللي في النص ده عندي مين؟ الهيبوفيزيه الفصه، جزء بتاع البيتيوتري جلاند قدامه. عندي حاجه اسمها تقعد هنا رقبه الكازمه فسميناها كازماتيك سالكس، وراها على طول حاجه اسمها الدورزام سيلي. يبقى انا عندي قدام كازماتيك سالكس، ورا عندي الدورزام سيلي. دي كده بروسيس، ده سميناه الانتيريور كلينويد بروسيس. ورا عندي بروسيس سميناه بوستيريور كلينويد بروسيس. امال الفتحه دي كنا عارفين انها بتاعت مين؟ كنا عارفين انها بتاعت الاوبتيك كانال. امال اللاترا دي كانت اسمها ايه؟ كان اسمها سوبيريور اوربيتال فيشر. امال دي كانت اسمها ايه؟ فورامن روتاندم. لو عرفت دي يبقى اسمها الفورامين اوفال. امال دي كانت الفورامين سباينوزم. انا بس بحاول استرجع اللي احنا كنا لسه قايلينه قبل كده السلايد اللي فاتت، يعني مش بعيد قوي. بس تعالى تاني هنبص. انا عندي ست ستراكشرز المفروض اعرفهم على الاسفينويد في السلايد دي بالذات. دي كده ايه؟ الاسفينويد بون، فوق الليسر وينج، تحت الجريتر وينج في الاسفينويد. دي كده مين؟ دي كده كلها على بعضها اسمها التيبيركلام سيلي. في النص عندي الهيبوفيزيه الفصه خاصه بالبيتيوتري جلاند، قدامها على طول عندي الكازماتيك سالكس اللي بتقعد فيها الاوبتيك كيازما. دي كده بتقعد فيها الاوبتيك كيازما. طيب ورا عندي الدورزام سيلي. تمام. جنب الاوبتيك كيازما كان في فوره من كده بيعدي منها الاوبتيك نيرف عشان يمسك فيه الاوبتيك كيازما اللي موجوده هنا، فدي كده اسمها الاوبتيك كانال. كده الاوبتيك كانال على جنبها بلاقي بروسيس. ده كده الانتيرير كلينويد بروسيس. وركز هنا، بقول كلينويد قدام كنت على المانديبل كنت بقول كرونويد. يبقى هنا عندي كلينويد بروسيس انتيرير، وهنا عندي كلينويد بروسيس ولكن بوستيرير. يبقى الدورزم سيلي ناحيه ورا عندها بوستيرير كلينويد بروسيس. عندي قدام في الكايزماتيك سالكس لاترال ليها كنت بلاقي ايه؟ كنت بلاقي الانتيرير كلينويد بروسيس. تمام. لو جيت استرجع الحاجات اللي انا قلتها قبل كده، دي كانت فورامين اسمها ايه؟ الفتحه بتاعتنا كان اسمها سوبيريور اوربيتال فيشر. دي كده الفورامين روتاندم، دي كده الفورامين اوفال، دي كده الفورامين سباينوزم. هنا كان في منطقه التقاء ثلاث عظمات ببعض هنا كده. دي كانت التمبرال بون، وادي ال اسمها ايه الاسفينويد، وادي كده ايه الاوكسيبيتال. الثلاثه دول لما بيتقابلوا في المنطقه دي بيعملوا حاجه اسمها الفورامين لاسرم. الفورامين لاسرم دي عشان سميناها كده ليه؟ جايه من كلمه لاسيريتد. لاسيريتد يعني اتقطع، فتلاقي الفورامين شكلها عامل كده من بره. هنشوفها برضك في دايجرام تاني اوضح. تمام. دي كده ايه جايب لي برضو الجزء من البيز بتاع السكال. دي كده كلها تمبرال بون عليها ستراكشر مميز قوي. دي كده اسمها ايه؟ دي كده اسمها البيتراس بون، بيتراس بون اوف ذا تمبرال. البيتراس بون دي عليها الفيشن من قدام كده ناحيه الانتيرير وول. بس ثواني قبل ما اقول دي هقول لك ان انا كنت عارفه ان دي كده الميدل كرينيال فوس. تمام. مين اللي بيعمل البوستيري وول اوف ميدل كرينيال الفصه؟ هي الانتيري وول بتاعه البيتراس بون. يبقى الجزء اللي قدام من البيتراس بون عامل الجزء اللي ورا من الميدل كرينيال الفصه. والله معلومه بديهيه. الاليفيشن اللي بيبقى موجود على التمبرال بون بنسميه ايه؟ بنسميه اركيوت ايمينانس. ايمينانس يعني حته بارزه، وجايه من معناها يعني اليفيشن يعني حته طالعه لفوق، فعملت لي جزء بارز سميناه اركيوت ايمينانس. لاترالي بلاقي ايه؟ بلاقي التيجمنت تيمبناي. بس انا عرفت ان عندي حته بارزه بس ما عرفتش سببها. احنا عرفنا ان ده اليفيشن، ما عرفش السبب ومين اللي عمله. احنا عارفين ده جزء الانر اير بيعدي من البيت راسبون من جوه، فجزء الاليفيشن ده اتعمل بسبب السوبيريور سيمي سيركلر كانال. لو فاكرين الكونكا، ايام الكونكا والاير وجاما الله يرحمهم. دي كده الكونكا كان عندي هنا كده سيمي سيركلر كانال، دول كده. دي كده السوبيريور سيمي سيركلر كانال اللي كانت واقفه كده عامله سوبيريور، هي دي بقى اللي بتعمل لي الاليفيشن. تمام. انا يعني بقولها من باب التذكير عشان كلنا عارفه ان احنا ناسيين، عارفه ان كلنا ناسيين. معلش يا جماعه راعوا الترتيب في الكلام. بكده دي بيتراس بون عليها اليفيشن اتعمل بسوبيريور سيمي سيركلر كانال، سميناه ايه؟ سميناه اركيوت ايمينانس. لاترالي بلاقي حاجه اسمها تيجمنت تمبانوي. تمام. لاترالي تيجمنت تمبانوي ده خاص بالتمبانيك كافيتي في جزء الميدل اير. يبقى هو عامل لي الروف بتاع الميدل اير. انت لو بصيت من بره اصلا هيقول لك هنا عندي اكسترنال اكوستيك ميتس اللي احنا شفناها هناك من على التمبرال بون. ده كده بنفس الاستقامه دي عندي ده داخل ده كده. دي كده الاكسترنال اير خش على الروف بتاع الميدل اير اللي هي التيجمنت تمبراي. خش جوه شويه انر اير ده جزء ايه؟ السوبيريور سيمي سيركلر كانال ده في الانر اير. تمام. وده هو بيقول لك على الفورامين لاسرم، هنشوفها في جور تاني او دايجرام. معلش يا جماعه. طيب اهي يلا وريني كده الدايجرام ده، وهو يعني مش عارفه عظمه. بصوا لي كده، دي كده كانت البيتراس بارت اوف تمبرال بون. عايزين لون يبان. دي كده البيتراس بارت اوف تمبرال بون لما يكون عليها اليفيشن، الحته دي كده شبه الاليفيشن بنسميها الاركيوت ايمينانس. لاترال ليها بلاقي التجمنت تمبراي اللي هو عامل لي الروف بتاع الميدل اير. طيب لو قلنا دي كده الاسفينويد شبه الفراشه دي عامله زي الاسفينويد. طيب
انا كان عندي هنا كده التيوبركلام سيلي لاترال اللي هي بلاقي فيشرز، قصدي كده بروسس الفيشر البروسس ده سميته ايه، انتيريور كلينويد بروسس. الانتيريور كلينويد بروسس يبقى اللي قدام ده عندي الانتيريور كلينويد بروسس، تمام. يبقى دلوقتي عندي مين دي بترسبون عليها اليفيشن لاترال اليفيشن تيجمنت امبانوي، دي كده اللي شبه الفراشه، دي شبه الفراشه سميناها سفينويد بون. السفينويد في النص كده عندي حاجه اسمها تيوبركلام سيلي لاترال ليها الانتيريور كلينويد بروسس، تمام. الميدل كرينيال فوس دي كده السفينويد بون، واحنا لسه قايلين الفرامينا دول بسم الله. دي كده مين السفينويد بون اللي شبه الفراشه الاصفر دي، السفينويد بون دي كده كلها سفينويد بون. دي كده كان بادي في سفينويد، ودي كده لسه رونج في سفينويد، ده جريتر رونج في سفينويد، تمام. يهمني بقى اعرف الفرامنا اللي عندنا. اول حاجه كان عندي دي اوبتيك كانال، دي كده كانت كلماتيك سالكس لاترال اوبتيك كانال بتعدي الاوبتيك نيرف، ماشي. ده كده مين السوبيريور اوربيتال فيشر، سوبيريور اوربيتال فيشر بيعدي لي ستراكشرز كتير قوي، كرانيال نيرفس من 3 ل 6 بالاضافه الى سمبثاتيك سبلاي، وكمان عندنا ايه الاوفثالميك فين. يبقى كرانيال نيرفس من 3 ل 6 ازاي، التالت اللي هو اسمه ايه اوكيلو موتور بالسوبيريور وانفيريور ديفيجنز، الرابع كله اللي هو بنسميه تروكيلر، الخامس اول برانش عندنا اللي هو الترايجيمينال بيديني اوفثالميك، الاوفثالميك ده بالثلاث برانشات بتوع اللي هم اسمهم ايه فرونتال وراكلمال والنيزو سيلير نيرف، السادس كله بعد كده الفين اللي عندنا اسمه الاوفثالميك فين، عندي سوبيريور ديفيجن بيعدي كله والانفيريور ديفيجن بيعدي لي برانش بس، وبعد كده عندك سيماستيك سبلاي بيروح للعين، تمام. امال دي اسمها ايه الفورامين روتاندم، الفورامين روتاندم دي بتعدي لي الماكسيلاري برانش اللي بيجي من الترايجيمينال، يبقى الماكسيلاري من الخامس، لكن دي اسمها الفورامين اوفال، والاوفال بتعدي لي مانديبلر من الخامس بالاضافه الى ايه الاكسسوري من انجيال ارتري، بس خلي بالك يعني احنا بنهتم بالنرفات اكتر، تمام. دي كده اسمها الفورامين سباينوزم، ودي بتعدي لي برانش من المانديبولر برانش اللي كانت بيجي من الترايجيمينال، يعني حاجه كده اللي هي برانش من البرانش من البرانش، فاهم حاجه؟ طيب دي كده كانت ايه اتكلمنا على الفرامنه اللي كانت موجوده على السفينويد. نشوف الفرامنه اللي موجوده على التيمورال بون. بص عندي كده دي فورامين او فتحه كده او هيتس بتعدي لي الجريتر بتروزال نيرف، دي كده بتعدي لي الجريتر بتروزال نيرف موجوده على الجنبين اهي. طيب انا عندي منطقه التقاء الثلاث عضمات دول اللي هي السفينويد بالتيمبرال وجزء الاوكسيبيتال هنا كده بيعمل لي حاجه اسمها فورامين لاسرم. فورامين لاسرم دي سميتها لاسرم ليه؟ قلت لك ريليتد لكلمه لاسريشن او التقطعات، بتشوف الحروف بتاعتها الحواف بتاعتها مش متساويه زي دي ولا زي اي حاجه، عشان كده سميتها لاسرم. يبقى الفورامين لاسرم دي اهي متقطعه بتبقى متغطيه بكارتليج كده، تمام، ما بتبقاش متساويه فاتحه، دي بتبقى متغطيه بكارتليج، تمام. جنبها على طول بلاقي ايه الكاروتيد كانال، ودي بقى عندي الانترنال كاروتيد ارتري، ماشي. يبقى سريعا كده تاني هقول الاستراكشرز دي، علشان ال اكس بتاع النيرف سبلاي ده مهم ان ماشي. دي كده مين السفينويد بون، ده الاوبتيك كانال، دي كده اللاترال ليها بلاقي السوبيريور اوربيتال فيشر، وعرفنا بيعدي مين كرينيال نيرفس من 3 ل 6 وعرفنا برانشاتهم بالاضافه الى الفين والسمبستيك سبلاي. دي الفورامين روتاندم بتعدي لي الماكسيلري بتاع الخامس، دي بتعدي لي المانديولر بتاع الخامس، اسمها ايه الفورامين اوفال، دي كده مين الفورامين سباينوزم بتعدي لي البرانش من بتاع المانديولر اللي جاي من الماكسيلري، ماشي. دي كده اسمها الفورامين لاسرم، ودي الكاروتيد كانال بتعدي لي الانترنال كاروتيد ارتري. حته الخدش او الهايتس دي بنسميها ايه هايتس، بتعدي لي الجريتر بتروزال نيرف، يعني اسم على مسمى فما فيش صعوبه باذن الله. طيب بعد كده عندنا مين البستيرو كرينال الفصه، دي اسمها البستيرو كرينال الفصه، اتعملت لي الثلاث عضمات برضو مين هم، قال لك عندي جزء من جزئين من التمبرال على الجنبين والاوكسيبيتال بون، يبقى جزء من التمبرال على الجنبين والاوكسيبيتال بون. طيب عرفناها وشفناها، مهم اعرف ايه تاني، قال لك هنعرف برضو الفرامنه اللي موجوده فيها، الفرامنه اللي موجوده فيها بالاضافه الى دي بنسميها ايه بنسميها البستيرو كرينال الفصه، دي كده من نص مقسومه كده على الجنبين حاجه اسمها كريست، وانا اعرف برضو الكريست ده واحنا ماشيين شويه هشاور عليه. السلايد دي يعني بيقول لك ايه، انا عندي في الاوكسيبيتال بون الفورامين الكبيره دي اسمها الفورامين ماجنم، كمنها كبيره يعني بتعدي لي استراكشرز كتير قوي، زي مين قال لك هي طبعا بتعدي لي المدله اوبلنجاتا بتاعه البرين لتحت، بتعدي لي جزء البرين من فوق بالمدله اوبلنجاتا بتوصلهم لبعض، تمام، بتعدي لي بقى المننجيس بتعدي الفيرتيبرال ارتري، وكمان بتعدي لي ايه السباينال اكسسوري نيرف، مهم جدا تعرف السباينال اكسسوري نيرف ده، واحنا برضك هنتكلم عليه واحنا ماشيين. طيب وقدامها على طول بلاقي الكليفس، على الجنبين بلاقي فورامينا، تمام. يبقى دلوقتي هي انا مش مهمه قوي بس انا بقول لك عشان هي كبيره فيها محتويات كتير، محتوياتها ايه بتعدي مننجيس بتعدي فيسلز بتعدي لي نيرفس، وكمان قدامها ايه قدامها حته زي المنحدر كده بنسميه كليفس.
بص دي كده بوستيريور كرينال فوسا اتعملت بمين؟ البوستيريور بارت اوف تمبرال بون والاوكسيبيتال بون. مين بالك بتاعها اتعمل بالاوكسيبيتال بون، سميناها ايه؟ بوستيريور كرينال فوسا. بيقعد فيها مين؟ بيقعد فيها السيربيلم. بتوصل لي ايه؟ بتوصل لي البرين فوق بالمظله بلونجاتا تحت اللي هي جزء من جزء من البرين ستيم. تمام دي كده نعرفها ايه؟ هعرف البوستيريور بايه؟ اعرفها بالفورم الماجنم. دي كده اسمها الفورم الماجنم. تمام قدامها في حاجه كده زي منحدر سميته كليفس. كليفس ده بوستيريور للدورزم سيلي، يبقى الكليفس ده بوستيريور للدورزم سيلي. تمام ده كده جزء ايه؟ قالك ده جزء البيت راس بون. البيت راس بون ناحيه البوستير وول بتاعه عندي فيه فتحه الاذن الداخليه سميناها ايه؟ الانترنال اكوستيك ميتس. مهم تعرفي لي ان التمبرال بون فيها كل جزء الاير بدايه من الاكسترنال اكوستيك ميتس لغايه الانترنال اكوستيك ميتس، اللي هي فتحه الاذن الخارجيه وفتحه الاذن الداخليه. تمام فتحه الاذن الداخليه دي بتعدي لي بقى النرفات اللي بعد السته اللي هما ايه؟ السابع والثامن، مضافه الى واحد اسمه لابرانسيان ارتري. ماشي يبقى دلوقتي عرفت ايه؟ عرفت ان انا عندي حاجه اسمها انترنال اكوستيك ميتس، ماشي، ودي بتعدي النيرفس من اول فين؟ قال لك يا ستي بتعدي النيرفس من اول 7 و8 معانا اللابرسينيا لابرانسيان ارتري. دي كده فين؟ الانترنال اكوستيك ميتس. ميديا ليها بينها وبين الفورامين ماجنم حاجه كده فورامين برضو بنسميها ايه؟ الجاجولار فورامين. هذه الجاجولار فورامين بتعدي الانترنال جاجولار فين وكمان نيرفين، انترنال جاجولار فين ومعاه نيرفين. النيرفين دول مين؟ هما التاسع والعاشر وكمان واحد من ال من 11 اسمه ايه؟ السباينال اكسسوري نيرف، ولكن ايه؟ ديسندنج. امال السندنج ده بيجي من فين؟ بيعدي من الفورامين ماجنم. تمام بعد كده عندي لاترال للفورامين ماجنم اهو الجزء ده اللي احنا مش بنشوفه قوي ده اسمه الهايبوجلوسال كانال، بتعدي الهايبوجلوسال نيرف اللي هو كرينال نيرف رقم 12. يبقى انا عرفت من قدام الانتيريور وميدال كرينال فوسا خدوا كام نيرف؟ خدوا من اول 1 و2 صح؟ مش هم خدوا من اول 1 و2؟ اه خدوا من اول 1 و2 لغايه 6. بعد كده من بعد السادس لغايه ال 12 كلهم بيعدوا من البوستيريو كرينال فوسا. تعالوا نشوفهم. ماشي بدايه من دلوقتي عندي مين دي؟ هعرفهم بصير ازاي؟ هعرفها من الفورم المجنم. الفورم المجنم بتعدي لي برانش من ال 11، برانش واحد قدامها على طول بلاقي كليفس. لاترال ليها قدام بلاقي حاجه اسمها الهايبوجلوسال كانال بتعدي لي كرينال نيرف رقم 12 هايبوجلوسال نيرف. دي كده مين؟ التمبرال بون او البيتراس بون. بصير الاول بتاعتها كان عليها فتحه بنسميها الانترنال اكوستيك ميتس، والغامقه شويه دي هي بنسميها الانترنال اكوستيك ميتس. بتعدي لي كام نيرف؟ السابع والثامن. يبقى نبدا بالانترنال اكوستيك ميتس، بتعدي لي السابع والثامن وارتري كده اسمه لابرنسيان ارتري ريليتد للاير يعني الانر اير. طيب دي كده اسمها ايه؟ دي بنسميها الجاجولار فورامين. جاجولار فورامين بتعدي الانترنال جاجولار فين بالاضافه الى التاسع والعاشر كرينيال نيرفز اللي هم ايه؟ جلوسوفارينجيال والفيجاس نيرف. ده كده مين؟ الجاجولار فورامين. خلصنا منها. طيب نشوف بقى دي مين؟ دي كده كان اسمها الهايبوجلوسال فورامين. الهايبوجلوسال فورامين دي اسمها ايه؟ الهايبوجلوسال كانال بتعدي الهايبوجلوسال نيرف. فورامين ماجنم بتعدي لي السوبيريور السباينال اكسسوري نيرف ولكن اسندنج برانش. امال الديسندنج كان بيعدي من فين؟ كان بيعدي مع الانترنال جاجولار فين اللي هو من فين؟ الجاجولار فورامين. سريعا كده هنراجع على دي او مش هنراجع بقى خلاص، يعني هنخش نراجع على الكبير. السلايد دي مهمه قوي والجار ده مهم دايجرام معلش جايبها لي فيها بقى الاكس بتاع الكرينيال نيرفس، والسلايد دي الدكاتره ركزوا عليها جدا فركزوا عليها. يلا بسم الله هنجيب دي كده الانتيريور كرينيال فوس، دي كده ميدل كرينيال فوس، وادي كده البوستيريور كرينيال فوس، دي كده الانتيريور. اه بصوا هو مش ده نفس الدايجرام اللي الدكتوره كانت جايباه بس عليه نفس المعلومات مفيش اي حاجه زياده، اللي هو بس بيوضح لك الانتيريور فورامين والبوستيريور كده ماشي، بس عشان يبقى الداتا فيه واضحه شويه. دي كده ايه؟ كريبريفورم بليت اللي موجود على الروف بتاع النوز علشان يعدي لي الاكسونز بتاعه الاولفاكتوري نيرف عشان تروح تمسك في الاولفاكتوري بالب. يبقى انا عندي هنا مين دي؟ الاولفاكتوري نيرفز. ماشي الاولفاكتوري نيرفز. طيب دي كده الاولفاكتوري نيرفز تمام، وراها على طول دي كده الاوبتيك كانال ماسكه فين؟ عند السفينويد. ده كده بقى السفينويد، دي كده الاوبتيك كانال بتعدي الاوبتيك نيرف اللي لونها بلوش شويه دي، دي بتبقى سوبيريور اوربيتال فيشر. سوبيريور اوربيتال فيشر كنا عارفين بيعدي مين؟ بيعدي من اول 3 لغايه 6 اللي هو مين؟ اوكيلوموتور وتروكيلر والبرانش اللي هو اسمه ايه؟ الاوفثالميك من الخامس ببرانشاته كلها بالاضافه الى الابديوسنت نيرف من 3 ل 6. يبقى السوبيريور اوربيتال فيشر بيعدي من 3 ل 6. طيب الفورامين روتاندم والفورامين اوفال الاثنين دول بيعدوا لي ايه؟ بيعدوا لي ترايجيمينال، بس الفورامين روتاندم كما انها الاولى بتعدي لي الماكسيلاري، الفورامين اوفال علشان هي اللي ورا بتعدي لي الباقي بقى اللي هو اسمه ايه؟ المانديبولر. تمام خلصنا الفورامين روتاندم والفورامين اوفال وخلصنا لغايه 6 زي ما احنا قلنا. نبدا بقى ندخل على الفورامين
اللي موجودة فيه البوستيريور كلين الفصة بتعديل بقى من 6 لغاية 12 بعد الستة. يعني عندي مثلا دي الانترنال اكوستيك ميتس بتعديلي مين؟ بتعديلي السابع والثامن بس، الفيشيال والفيستيبلي كوكلار نيرف. بعد كده عندي دي كده اسمها الجاجيلر فورامين، والجاجيلر فورامين دي بتعديلي مين؟ الجاجيلر فورامين، هذه الجاجيلر فورامين بتعدي جزء ال من 9 و10 والديسندنج برانش من ال11. التاسع بنسميه جروسو فارينجيال، العاشر بنسميه فيجاس، وال11 كنا بنسميه سباينال اكسسوري بس بالديسندنج برانش. تمام، دي مين؟ جاجولار فورامين، خلصناها. تيجي بقى تشوف لي دي كده اسمها ايه، دي كان اسمها الفورامين ماجنم، بتعدي لي الاسندنج برانش من الاكسسوري اللي هو رقم 11. المهم نعرف بقى اخر حاجه معانا بقى اللي هي رقم 12، بتعدي من الهايبوجلوسال كانال، ده اسمه الهايبوجلوسال نيرف. هنرجع على الجرد مره واحده او الدايجرام ده. يبقى انا عندي ايه كده؟ الانتيرو كرين الفصة، دي كده الميدل كرين الفصة، ودي كده البوستيريو كرين الفصة. في الانتيرو عندي بس حاجة واحدة اللي هو ايه؟ الولفاكتوري نيرف، بيعدي من الكريبريفورم بليت. عندي هنا كده بداية من الانفيريو الميدل كرين الفصة، كده عند البادي فيسفونويد الاوبتيك كانال، دي كده الاوبتيك كانال لاترال ليها بلاي سوبيريور اوربيتال فيشر. سوبيريور اوربيتال فيشر ده بيعدي من 3 لغايه 6، واحنا عرفنا برانشاتهم اللي هو كيلومتر تروكيلر وافسالميك وابديوسنت. طيب دي كده اسمها الفورامين روتانتم، بتعدي لي الماكسيلاري اوف ترايجيمينال. فورامين اوفال بتعدي لي مانديبولار اوف ترايجيمينال، ماشي. طيب دي كده مين؟ فورامين لاسرم، ما تهمناش دلوقتي ولا هي ولا كاروتيد كانال، ماشي. طيب خلصنا من 3 ل 6، ندخل بقى على البوستيريور كرينال الفصة، بتبدأ من 7 لغاية 12. السابع والثامن بيعدوا في الانترنال اكوستيك ميتس، السابع الفيشير والفيستيبلي كوكلر نيرف. تمام، التاسع والعاشر بيعدي لي من حاجة اسمها الجاجلر فورامين، التاسع والعاشر بالإضافة إلى الديسندنج برانش من السباينال اكسسوري اللي هو عبارة عن 11، ماشي. يبقى جلوسو فارينجيال فيجاس اكسسوري بس البرانش اللي هو ديسندنج، امال الاسندنج كان بعد من الفورامين ماجنم مش قايلينه هنا. الفورامين دي كانت اسمها ايه؟ كان اسمها هايبوجلوسال كانال، وبتعدي لها هايبوجلوسال نيرف. تمام، ده كده برضك دياجرام بيوضحها لي، ونفس الحكايه كان الداتا فيه مش واضحه قوي، فانا جبت دياجرام تاني الكلام فيه اوضح. ده كده الاولفاكتوري نيرف، فوق هي على طول الفاكتوري بالب، دي كده الانتيرو كرين الفصه. نبدا بالميدل كرين الفصه، بتبدا من 2 لغايه 6، الثاني لوحده اهو، ده كده الاوبتيك نيرف، ده كده الاوبتيك نيرف. لو بصيتوا بقى هنا كده، ده كده مثلا الاوبتيك، ده كده الاوكيلوموتور ثالث يعني، ده كده الرابع اللي هو عباره عن تروكيلر، وده كده الابديوسنت. مهم نعرف ايه؟ مهم تعرفي لي ان ترتيبهم 2 3 6 4. لو بصيت لهم من الناحيه دي كده، لو خدت فيو من هنا او خدت سيكشن من هنا، يبقى كده ترتيبهم ايه؟ 2 3 6 4، علشان بس ما نتلخبطش واحنا بنيجي نعدهم. يعني تحسبهم ازاي؟ اديهم، دي كده مين؟ ده كده الاوبتيك نيرف، ده كده اوكيولوموتور، السادس ده ابيوسنت، والرابع ده عباره عن الايه؟ التروكيلر. لو بصينا من هنا برضك نفس الكلام، ادي هو الاوبتيك، ادي كده الثالث اللي هو الاوكيولوموتور، السادس اللي هو بنسميه ابديوسنت، وادي الرابع اللي هو عباره عن التروكيلر. تمام، نيجي بقى نبص على الخامس. اول حاجه افسالميك، بعد كده ماكسيلاري، ثم مانديبولار، ثلاثة اتجمعوا ادوني ترايجيمينال. لو جينا بصينا من عند نفس الليفل اهو، ده كده ترايجيمينال نيرف اللي هو الخامس. خلصنا من 1 ل 6. نبدا بقى نخش على بصيه كرينال الفصه، السابع والثامن فيشيال، الفيشيال اول واحد اهو، وادي الثاني عباره عن ايه؟ الثامن هو الفيستيبيدا كوكلر نيرف، بعد كده التاسع والعاشر اللي هو جلوسو فارينجر والفيجاس، بعد كده ده كده اسمه ايه؟ الاكسسوري نيرف، بينزل في الفورم الماجنم، وال12 بيعدي مين؟ الهايبوجلوسال كانال. تمام، سريعا كده تاني نشوف هذا الدايجرام علشان يبقى خلصنا. ده كده مين؟ الفاكتوري رقم واحد، ماشي، واحد في الانتيريور، بعد كده نبدا باثنين لغايه 6 في الميدل، وبعد كده من 7 لغايه 12 في البوستيريور كرينال الفصه. نبدا نشوف كده، ده الاوبتيك نيرف، احنا قلنا ترتيبهم ايه؟ 2 3 4 والسادس ايه؟ قبل 4، يبقى 2 3 6 4. اوبتيك، اوكيلوموتور، بعد كده ابديوسنت، ثم التروكيلر. ادي هو اوبتيك، اوكيلوموتور، السادس اهو الابديوسنت، ثم التروكيلر. بعد كده عندي ترايجيمينال بس برانشاته ايه؟ اوف سالميك، واحد قدامه اوف سالميك، بعد كده ماكسيلاري، ثم مانديبولار، اتجمعوا ادوني ايه؟ ادوني ترايجيمينال، واهو ترايجيمينال. طيب بعد كده نخش على البوستيريور كرين الفصه، ادي السابع والثامن فيشيال ويف سيبل كوكيلر، التاسع والعاشر اللي اسمهم جلوسو فارينجال وفيجاس، بعد كده 11 بينزل في الكرين الفصه اللي اسمها ايه؟ بينزل من الفورامين ماجنم، سميناها الاكسسوري نيرف، وبعد كده اللاترال الفورامين ماجنم على الجنبين الهايبوجلوسال كانال، بتعدي الهايبوجلوسال نيرف. انا كده خلصت الدايجرامات، افصل وبعد كده نكمل. يعني